ازيكم يا شباب؟ انا هحاول العب جو جيم النهارده. هنلعب لعبه الدبابات. ماشي، لعبه الدبابات. اكتبوا لعبه الدبابات وتظهر لكم. طب اسيب لكم لعبه في الوصف. طبعا النهارده هنلعبها مع الخويه دي، ما اسمها موجود يعني يويو جيم. يويو جيم فايت يا بنت. اهوت انا بس يورو. فستارت نيو جيم. ستارت نيو جيم. ستارت نيو جيم. نيو فريند. طيب دلوقتي اهوت. مش مهم اخي اي حاجة يا اخي. اهو انا هاخد الاول. تضغطي انت ستارت. تضغطي هنا وتضغطي كده. تضغطي فين؟ يا خوية. ايوه انت تضغطي كده. خدي لمي. لحظة انت مش معايا ولا انا معايا؟ ليه يا ابي قولي ليه؟ لحظة تضغطي البلوي دي. انا اخترت الجوجو عليها علامة الإيميل دي. لحظة انت يا راجل المفروض يبقى انا بقى هنا صح؟ لا انت هنا. لحظة كده. لحظة يا اخي. يعني لحظة كده بنتي مع بعض. واخيرا بعد عناء طويل عرفنا ازاي. عناء طويل خلاص اهو. خلاص لعبنا مع بعض. هو اللي بعد عناء طويل. مش مهم اللي بعد عناء طويل بس انا هختار. طبعا زمان كنت باخد البتنجانيه دي كانت حلوه موت بحبها موت البتنجانيه دي. ف يلا بقى بس انا هوطي شويه الصوت عشان اخد لي ايه. كنت باخد دي برضو وحلوه موت برضو. خد يا بيها. طيب انا اخد لي الدوده دي برضو كانت حلوه. يا بنتي انا كنت عايزه هديتها كنت اموت ولا اتغير. انا صغير كنت بلعب على لابتوب. الجبل ده برضو كان تحفه. كان تحفه دي كانت حلوه موت. اهو يلا خدي. دكتور مشو. ايه دكتور؟ انا ناس. دي برضو كانت حلوه موت. النار انا كنت بموت فيها. اخدت الفاير. المية دي برضو كانت حلوة بس ما كانتش بتدمش كتير يعني عشان مية او معايا نار. طيب انا اختار لي دي متفجرات. اختاري انت. خدتي اعفن حاجة في الحياة. ديت احسن من اللي تحت دي. يلا خديها ما فضلش غيرها. خلاص يلا بقى نبدأ. انا اللي هبدأ. بس اسوأ حاجة فيها كانت الايه؟ تنشين. تنشين زبالة. زبالة. ايه اللي انت بتمشي؟ احسن حاجة هي نوبة يعني. ايه اللي بنمشي سهلة مو. تضغط على مو. انت مش بعملك رأي. طيب اختار ايه اضرب ايه اول حاجة. انا ناس. طيب. انا منشنها ايه؟ انا عندي ايه واسطوري. انا مفيش. هي حركات. هي حركات. انت خلصتي كل حركات. ايوه والله اهو باين. يلا اختاري تضربي ايه.
يا بنت انجازي ايه ده انتي عملتي دير انا لا تديها عارف عارف الضم اول ما قلت انا مش عارف اضرب لا 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 يا يوسف لازم يضرب بصي على الضربه دي الاسطوريه ما تنقيش انا كنت لازم استخدمها عليا دي عشان كنت محتاجة اوه انت سهلتيها عليا موت انت سلتيها سهلتيها عليا موت ده كده اه انت متقدريش تنقلي تاني صح ليه والله والنبي بس استخدميها بحاول اتركها تستعملها عشان استعملتها ماي واي فاي ايه اللي ماي واي فاي هو كده ماي واي فاي ماي واي فاي يا بنت كفايه غنائك الله يخرب بيتك كده رميتها بعيد عني دي بصوا كانت بتعمل ايه دي كانت هتدمجها من هنا لبكره يعني اقرب واحده ما جاتش مش هتقدر تجيبها عليا هي نوبة انا ناسه لان الناسة دي قوية جدا بس لما تستعملها احمارة تبقى لا بقى بتضحكي عليا ها بقى بتضحكي عليا امسكي دي بقى اعملك البطاطا لا انا مش بتدمج انت بس بتدمجي اوعى السبايدر 200 يا رب دمجت 200 انت وانا هتجو جيم انا دمجت شويه صغيرين انت دمجت 200 سكور انا سكور لازم سكور انا لازم سكور بسرعه اختار الدوده سهلتيها لي عليا موت لا سهله برضه انت صعبتيها عليك انت كده انت لو ضربتي هتساعديني موت شكرا على السكور سكور على السريع ايوه الحفر انا محتاج الحفر دي ليه عشان اعملها عليها كده وكده اه بصوا دي كانت بتعمل ايه بس انا سهلتها عليها دلوقتي بس برضه هتسهل عليا عملك تليبورت ايه رايك لا والنبي بلاش تليبورت والنبي انت مش هتعملي لا لا انت كده هتروحي في حته بعيده طب انا هعمل ايه دلوقتي خلاص استحيل ما حدش هيكسب في الجيم هي اللي هتكسب خلاص خلاص انا بستخدم ليه انا بستخدم ليه خلاص اضمن الخساره يا معلم اضمن الخساره خلاص وتحفر كده وتجيبها ما هو مش هقدر احفر كل ده خلاص انا ضامن الخساره انت اللي هتكسبي طيب انا اعمل ايه دلوقتي طيب بطلي غناء انا هحذف اعمل لي بركه صغيره هنا كده انا مسافر في بركتي لوحدي بس دي الحاله خلصتي كل حاجه معاكي فاضل لك حاجه واحده صح امال ايه بقول كده من الاول ايه بقول لك احفر انا ما حفرتش ده ضربت ده ودي اخر حاجه اللي بعديها بلا دمين دمشت نفسي خلاص يا ضامي الخساره انا التشيكن دي بقى
اهوت يلا بينا. يلا انا هختار المره دي. ممكن اللون هو اللي عامل مشكله. لون ايه؟ بلال بلدي. يلا انفايت. انا مستنيك. يلا يلا اختار ايه اختار ايه اختار ايه. ايوه ديت انت عامل بيها استراتيجيه رهيبه. يلا يا بيه قولي انت خدت الستار. لا الستار قويه جدا، كنت عايزها، يا ريتني اخترتها بدلها. وانا والله ما غطيت هنا كده جت يا دي النيله. الله لو ضغطت هنا يجيلك لوحده. اي لو ضغطت فيه يجيلك لوحده. انا عارف انت وحظي. نكتي انا اللي هاخد. ازاي انا اللي هاخد وانا لسه واقف؟ يلا حظي حظي. تجيلك لوحده. نيجي نعمل كده. يلا جاب لي الجرو. انا برضو جالي الجرو. طيب انا اول حاجه طبعا لازم اعمل ايه؟ انا عندي التليبورتيشن. لا ما عندك. انا ما عنديش اي استراتيجيه دلوقتي اعملها. سنايبر. لا دي شكلها قوي. انا بقالي زمان ما لعبتش اللعبه دي، فهتلاقوني بضيع كتير. ف يا ريتني استخدمتها عندي دي، كنت هتفيدني موت. قدرت طيب يلا يا بنت اختاري. انت عندك تليبورت، استخدميه لو عندك عشان كده احنا مش هنعرف نعمل حاجه اصلا. بنتي العبي. ما عندكيش يعني؟ ما فيش تليبورت خالص. استخدمي ورم. انا عارف ان اسمها ورم، ما حدش يكتب تعليقات ورم ايه. انا بسميها ورم، بدلع الدول بسميه ورم. استخدمي ورم يا بنتي، فكرتني ما بالدودة ورم في لعبة روبلوكس. عايزين ننزل روبلوكس تحت في التعليقات. عايزينك تنزل روبلوكس. دمروا التعليقات. روبلوكس روبلوكس روبلوكس. استخدم ايه طيب؟ اضيع حاجات وخلاص. استخدم دي هنا كده. يلا نزل ليزر. محدش هيكسب في الدور ده، تعادل. او إيه انت وحظك جميل يعني. نعم. يلا يا بنتي اضربي. اهو انت اللي قاعده تضربي. اوكي دلوقتي يلا ما حدش هيوصل للتاني اصلا. لحظه طلقه السنايبر المفروض يعني علميا انها تعدي، ولا علميا ولا نيل. لحظه علميا انها ما تعديش. طيب يا تضربني. طيب انا هستخدم بصوم دي كده. طيب انا عايز تخيلوا كل دول دي في كل الاطلاعات دي.
خلاص الجيم دوت محدش كاسب. بصي ديت وعلى دماغي مش لازم اجي ما جاتش على دماغي كانه ايس كريم. بس ايس كريم بالشوكولاته بايظ شويه شكله بايظ عشان شكله حلو اهو زي الفل في ايه يعني لونه بايظ لما نزلوش غير ثلاث حاجات احنا نتحرك ما احنا مش هنقدر نتحرك من كل ده لا اصل قلقصني وانا ما عنديش طاقه اصلا اه شفتي عشان في حاجات ماي واي فاي ايه اللي ماي واي فاي هو ماي واي فاي ايه مش عاجبك مش عايز واي فاي يعني الله 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 كمان يا ولاد طيب يا بنتي بتضربي اهو تعالوا كل يلا طيب خلاص ما انا عايزين حاجتين حاجتين ايوه حاجتين بالظبط حاجتين بالظبط يعني مدققين حسين مدققين يا بنتي ما تضربي اضربي انت ناقص لك حاجه صح بنتي اضربي طيب اهو التعادل ف وبكده النهارده احنا كمان ما تنسوناش باللايك شير سبسكرايب وسلام